مرحبا. في 2013 كان في إضراب للمعلمين زي الإضراب اللي موجود اليوم، وكانت مطالبه قريبة جدا من مطالب اليوم. انتهى الإضراب باتفاق ما بين اتحاد المعلمين والحكومة على زيادة 10% على رواتب المعلمين. رجعوا المعلمين على بيوتهم واستنوا أول شهر ليستلموا الراتب والزيادة عليه، فتفاجأوا إنه الزيادة مش 10% 5% فقط. ولما سألوا عن 5% الثاني قالوا لهم اصبروا، اكتفوا بال 5% اللي موجودة بين إيديكم، وال 5% الثانية حتستلموها لاحقا. واللاحقا هاي استمرت 3 سنين. ولما رجعوا المعلمين ب 2016 يسألوا وين 5% الثانية تاعتهم، زاد الضغط على الحكومة وعلى اتحاد المعلمين. استجابت الحكومة ونزلت لهم الزيادة، ولكن 2.5% مش 5%. وكمان مرة قالوا لهم اصبروا علينا، اكتفوا بال 2.5% هاي المرة، وال 2.5% الثانية حتستلموها لاحقا. المعلمين ما قبل الإضراب اللي قاعدين بنشوف استخدموا كل الأدوات ما بين إيديهم، وفي النهاية اضطروا يوصلوا للإضراب اللي قاعدين بنشوفه اليوم. ولأنه اتحاد المعلمين اللي المفروض يمثل الأساتذة والمعلمين أنفسهم اصطف إلى جانب الحكومة ضد المعلمين اللي المفروض يمثل، صار في تشتيت لجهود المعلمين ومحاولة لتشتيت مطالبهم. لكن مهما تشتتت مطالب المعلمين بتضل تدور في دائرة واحدة، دائرة العدالة الاجتماعية اللي بتكفل كرامة المعلمين والأساتذة. من أبرز المطالب اللي قاعدين بيحكوا فيها اليوم إقالة اتحاد المعلمين واعتماد نقابة مستقلة للمعلمين والأساتذة تمثلهم وتصطف وتنحاز لحقوقهم. وكمان بيطالبوا بإتاحة الفرصة للمعلمين بالتطور الوظيفي والتقدم، وكمان بيطالبوا بقانون تقاعد عادل، وكمان في زيادة الرواتب وإعادة النظر في اتفاق 2013. لأنه أولاً اتفاق 2013 ما تنفذش في وقتها، والحكومة نفسها هي اللي تراجعت عن الاتفاق لما ما نفذتوش بالكامل. الحكومة وكل مؤسساتها ما حاولتش تتفهم أو تدرس مطالب المعلمين، بل حاربتها. كيف؟ مبدئياً بمحاولة تسييس حراك المعلمين اليوم، ويحكوا أنه هذه حماس قاعدة بتحاول تعمل انقلاب عسكري، لا انقلاب تربوي. وبعدين الحكومة استخدمت الأجهزة الأمنية التابعة لإلها لاعتقال مجموعة من الأساتذة يمكن وصل عددهم 30، ولكن كمان الحراك استمر. وكمان وزارة الأوقاف بارك الله في وزيرها قامت باستخدام المساجد، وخلت أئمة المساجد والشيوخ يحكوا إنه المعلم الضعيف أفضل من المعلم القوي، والمعلم اللي بيطالبش في حقوقه أفضل بكتير من المعلم اللي بيطالب في حقوقه. وكمان استخدمت مآذن الجوامع وسماعاتها لتحكي إنه التعليم خير من الإضراب، التعليم خير من الإضراب. هذا غير استخدام الإعلام للتحريض على الأساتذة، وهذا كلياته استخدام الأمن لنصب حواجز لمنع المعلمين من التجمع في نقطة واحدة ويرفعوا مطالب واحد. انتشر خوف بسيط نتيجة الماكينات الإعلامية والماكينات الأمنية اللي بتحارب قاعدة في إضراب المعلمين. ويمكن في صوت كمان اليوم من الأهالي بطالب في عودة المعلمين، ولكن إحنا اللي خايفين على أبنائنا بنقبل إنه أبنائنا وأطفالنا يتعلموا على إيد أستاذ مكسوري كرامته؟ ما أظن. مطالب أساتذتنا عادلة جدا، ولحفظ أولادنا وأولاد الأساتذة، لأنه الأساتذة كمان عندهم أولاد بدرسوا بنفس المدارس، لازم ندعمهم ونوقف معهم. المشكلة مش في الأساتذة، المشكلة في توزيع موازنة الحكومة. لأنه يمكن اليوم نسمع كثير عن إضراب المعلمين لأنه تأثرنا إحنا وتأثر قطاعات واسعة في المجتمع، لأنه المدارس سكرة. بس ما ننساش إنه قبلها كانت المستشفيات فيها مشكلة، والمستشفيات مسكرة وكان في إضراب فيها. وممكن نسمع لاحقا عن إضراب للمحامين أو إضراب للمهندسين، وكله سبب واحد، ما فيش عدالة في توزيع الموارد وموازنة الحكومة على القطاعات الواسعة اللي بتكفل للمعلم والمهندس والطبيب العدالة الاجتماعية اللي بتكفل له كرامته. احنا مع المعلمين لحين ما تتحقق مطالبهم اللي بتكفلهم الكرامة، كرامة المعلم. اقول قولي هذا واستغفر الله.